منو موريتانيا مرمتت الجزائر اخر مرمته، عملت منهم كفته، عملت منهم بسطرمه، عطتهم العصير في كاس كبير. ايه ده؟ ايه اللعب ده؟ ايه العظمه دياتي؟ موريتانيا دي ارجنتين افريقيا، مباراه للتاريخ، عظمه. موريتانيا احرجت الجزائر الكبير واخرجوا من بطوله افريقيا. موريتانيا اللي ما ربحتش ولا مباراه، اول مباراه تربحها تاهلت بيها الدور 16. ايه العظمه دي؟ ايه جمال بالماضي اصبح من الماضي. هذا الفريق الجزائري محتاج اعاده احلال وتبديل. موريتانيا عملت النهارده شغل عالمي، كل لازم يبارك لموريتانيا على هذا الانجاز العظيم. موريتانيا وشكرا. اه يا اخي، الواحد بيفرح لاي شعب عربي بيفرح، بيفرح كمان لاي منتخب مجتهد على سبيل كره القدم. بقى منتخب موريتانيا بيقدم اداء محترم جدا في بطوله كاس امم افريقيا 2023، بتكلم على ده من اول البطوله امام انجولا وامام بوركينا فاسو وامام الجزائر النهارده، واول فوز في تاريخ موريتانيا في كاس امم افريقيا، لاول مره موريتانيا في دور ال 16 في كاس امم افريقيا في تاريخها. حاجه كده تخليك تتبسط قوي ان شعبنا العربي فرحان، حاجه تخليك برضه تفرح جدا. المجتهدين دايما ليهم نصيب، خصوصا لعيبه موريتانيا اللي قدوا ما عليهم في الثلاث مباريات في كأس أمم أفريقيا، وكمان مدربهم العظيم جدا والمجتهد جدا أمير عبده. بصراحة كل التحية لإخواتنا في موريتانيا، كل التحية والدعم للشعب الموريتاني ومنتخب موريتانيا في كأس أمم أفريقيا. إن شاء الله تحققوا إنجاز أكبر من وصولكم لدور 16. أيوة، كل تبريكات للمنتخب الوطني وكل تبريكات لجميع الموريتانيين كاملين والموريتانيات في مشرق الأرض ومغربها وشمالها وجنوبها. والأخوة الجزائريين يعطيكم الوضع من فات وفات المباراة. باي باي، عنا شرب دورة ثاني. إذا رأنا نبارك له للشعب الموريتاني يفوز المنتخب، وقع أصلاً لا كان متأهل لتأهل للدورة الثانية ولا الدور 16. والأخوة الجزائريين التمر خلوه لين ما يشوفكم نحن عليش من التمر، وفصلكم وبومبيتيركم خلوها لين ما يشوفكم نحن بل الحوت ورمش لكم عليها الحوت. تحياتي لكم، كان معكم زعيم بناء زعيم طبقة الكاد، تحيات ثورية في سكن الدنيا. أين منتخب الجزائر من أمم أفريقيا 2019؟ بعد الحصول على البطولة اختفى منتخب الجزائر في ثلاث مناسبات مهمة. أولهم الخروج من دور المجموعات في مفاجأة كارثية في أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون، وكانت ساعتها بمثابة صدمة. بعد كده عدم التأهل والوصول لكأس العالم 2022. لماذا ظل جمال بالماضي هو مدرب منتخب الجزائر؟ كرة القدم عمرها ما كانت بتدار بالزعيق وضرب اللاعبين والصريخ على الخط. كرة القدم بالعقل، كرة القدم أسهل من كده بكتير، كرة أسهل من كده بكتير. المدرب باين أنه خلاص وصل لمرحلة أنه ما بقاش قادر يبدع، ما بقاش قادر حتى على فهم اللاعبين، ما بقاش حتى قادر على التعامل الصح مع اللعيبة. اللعيبة وفي منهم وصلوا أنه هم بقوا نجوم زي سعيد بن رحمة. أنت خسرت سعيد بن رحمة، بتخسر إسماعيل بن ناصر، تخسر رياض محرز. رياض محرز ما يبدأش النهاردة ليه؟ طبعا طبعا المباراة النهاردة بعنوان لكل مجتهد النصيب. ومنتخب موريتانيا شابوه، منتخب موريتانيا لعب كرة قدم منظمة وبروح عالية جدا جدا جدا. للناس الجماهير المنتخب مصر اللي كانت بتقولي احنا عملنا اللي علينا، لا، تعمل اللي عليك كده زي ما موريتانيا عملت، زي ما موريتانيا حافظ على الهدف اللي سجله وحافظ على حظوظه بالتأهل. دي كده تعمل اللي عليك. احنا تأهلنا الحمد لله، ده كان دعوات المصريين. لكن منتخب موريتانيا بصراحة عظمة، بيقدم أداء ولا أروع ولا أجمل، وأنا بجد بحييه، وياريت منتخب موريتانيا يفضل يستمر على نفس الأداء ده. لكن منتخب الجزائر في كارثة، في مشكلة، في جمال بالماضي. جمال بالماضي خلاص ما بقاش قادر على السيطرة ولا بقى قادر على الإبداع، فحان وقت رحيل جمال بن ماضي عن تدريب منتخب الجزائر. حان وقت التغيير. كرة القدم هي سهلة لكن بتشتغل بالدماغ مش بالزعيق والصريخ. النهارده رياض محرز يبدا يغير شكل الماتش. اه هو وحش الماتش اللي فات، وحش الماتش اللي قبله، لكن انا عندي سوبر ستار احتاجه في ماتش مهم زي ده. محتاج جدا جدا يكون اسلام سليماني جنب بنجاح،
مش عمورة. ففي أخطاء كارثية. والله والله أقسم بالله حزين على خروج الجزائر، وحزين على زعل أشقائنا الجزائريين، دول على رأسنا أخواتنا برضو، ما ينفعش. أنا زعلان على زعلكم ومتضايق، ولكن احنا نقضنا من بدري، ما حدش كان بيسمع لنا. وأنا من البداية جيت قلت لكم يا جماعة المنتخب في سكة، والإعلام الجزائري الرياضي أو بعض منصاته في سكة تانية خالص. هو ماسك في المغرب، هو ماسك في المغرب، والمشكلة ان المغرب مش شايفاك، المغرب مكملة جري. يعني يا ريتك ماسك في المغرب وبتعطلها، لا ده المغرب انت ماسك فيها وهي سحباك معاها ومكملة صعود، المغرب صاعد من بدري. فانت مسحوب في سكة مش بتاعتك تماما، مسحوب في حوار مش بتاعك. هارد لك للأشقاء الجزائريين، والله ما لا شماتة، فعش ان حد يا جماعة يكون فرحان بأحزان اخو عرب. مليون مبروك بقى، عايزين ندي حق برضو للموريتانيين. انا رهنت عليكم الاول وقلت ان انتم منتخب قوي وقد كان، وقلت ان انتم منتخب عندكم كوره وقد كان. الحماس زاد النهارده بسبب هذه التصريحات وبسبب البيان اللي نزل، ولكن في الاول وفي الاخر تستحقوا والله المكانه ديت. ويا جماعه احترسوا بقوه من منتخب موريتانيا، احترسوا بقوه. اللي هيقع مع منتخب موريتانيا هفكركم، المنتخب ده مع عده منتخبات كان الله في عون مصر، وكان الله في عون المغرب، وان شاء الله تونس تكمل معانا ان شاء الله بامر الله كمان، والامور تمشي كويس. ان انا عايز اقول لكم احترسوا جدا من منتخب موريتانيا، احترسوا من منتخب الراس الاخضر، منتخب قوي جدا، احترسوا من غينيا الاستوائيه. في عده منتخبات كده اوعى حد يهملها، المنتخبات دي لعب كوره. موريتانيا حكايه، موريتانيا حكايه، الراس الاخضر حكايه الحكايه، غينيا الاستوائيه راس مجموعه، كل دول انا بكلمك على راس مجموعات بعد موريتانيا، ولكن موريتانيا جاي من بعيد ومنتخب محترم وقوي. انا عايز كل الناس تيجي تقول هارد لك للجزائر وجمهور الجزائر لو سمحت. ديري العجار ديري العجار ديري العجار، غدوه خرجي بالعجار شنق ريحه، خرجي بالعجار غدوه تشيب تبيبين تبيبين، غدوه بالعجار خرجي وخرج بالعجار غدوة. ايه بارتاج هدين الرب هاو. اه واش راك ما خاوتي دابا. ياي والله لا تفرجتو، هذا كنت اشوف فيه الماتش ما كنتش تفرج فيه. بارتاج هدين الرب البارتاج هاو. عتاي عتاي عتاي، جامي شت جامي شفت نحس فوق الأرض فوق الأرض قد تبون وشنقريحة الزبي، جامي في حياتي شت نحس فوق الأرض قد تبون وشنقريحة. ناكلها بابها الجزائر بعد ما حطموها اقتصاديا وحطموها سياسيا داخليا وخارجيا، يعني الجزائر حطموها في جميع المجالات، بقى لهم تسويق الا المجال الرياضي، قال لك لعل وعسى نحشيوها البعرة والحمرة ونحشيوها المجتمع الدولي ونحشيوها اللي زافريكا ونحشيوها اللي زعرب ونحشيوها اللي زاميريكا، باللي احنا يا رانا قوة دو باللي قوة اقليمية وقوة دولية، باش بالبالو 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 المنفوخ بالبالو، حبوا يحشوها للعالم بأنهم قوة إقليمية قوة عالمية في جميع المجالات، باش بالبالو. حكمتها موريتانيا نكتهم، موريتانيا يا ربك حكمتهم بهدلتهم موريتانيا. شاف موريتانيا جامي لعبت البالو اليوم، قلت لهم شافوا الحمرة البعرة، والله في خاطر في خاطر الشعب الزوالي الجزائري هذاك مسكين اللي خرج الحراك يطالب بدولة الحق والقانون، في خاطره اليوم النيك باباها نحط كلش، فوضع في كل ما في جعبته
حي الله احرار موريتانيا، حي الله لي جوار تاع موريتانيا، بوسه ليكم ان شاء الله تديو كاس افريقيا وتنيكو كاس اوروبا وتزيدو كاس امم المتحده، وان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي تنيكو كاس العالم موريتانيا. انتم في خاطر الموريتاني وفي خاطر المرسيدس 180 ديزني على خاطر